الله يخليها لكم ان شاء الله يرزقكم بره. امين. والله يرحم شايبك ان شاء الله. امين. وشيبان من توفى يا رب العالمين. امين يا رب. يطول عمركم. هذا طال عمرك سالفه. انا بعطيك اياه. ما ادري تعرف احنا ما معنا جوالات ولا ندري السالفه هذه جات ولا ما جات. احنا طال عمرك هنا نسولف مع بعض نشوف اللي جاء واللي ما جاء ما ندري عنه. صراحه يعني صدق. فالشاهد الكلام هذه السالفه يا طويل العمر والسلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. ما كملت هذاك اليوم تقاطعت الاصوات ذا وجاء موضوع وراح موضوع. الرجال اللي شرواه ما يسمع. طيب. دايم يحط محله رجال مثله وشروه، شروه الشام. طيب. هذا ابو عليه ثلاثة عيال. والابو هذا حس نفسه تعبان. قال حط بين عياله اختبار ثلاثة. حط بين عياله ثلاثة عليه ثلاثة عيال. هو تعبان خلاص كذا هو بيموت. حلو. يبغى واحد من عياله يصير محله يعني شيخ مثله. أسوى اختبار بين ثلاثة. جاك الأول قال له يا ولدي أنا أعطيتك الشيخة. اللي أعطيتك الشيخة. أنت شو تشوف الرجال؟ أرحبوا. قال أشوف الرجال أرحب الرجال. أرحبوا. قال أشوف الرجال وأنت معطيني الشيخة أنا أشوف الرجال ولا شيء. قال ابوه سلام. قال ابوه خلاص انت تشوفهم ولا شيء؟ قال لي قال خلاص خليك على اليمين. قال مد الثاني انت تشوف الرجال وانت شيخ؟ قال والله اشوفهم يا طويل العمر وانا شيخ. قال لي قال اشوفهم ها وها وسط. قال وي قال وسط. قال خلاص خليك بجنب اخوك ذا. راح للصغير قال ميده شو تشوف الرجال وانت شيخ؟ كيف تشوف الرجال؟ قال والله يا ابوي اشوف الرجال لو ابوه وراه جبال. صبر طيب. وراه جبال. قال اشوفهم يا ابوي مثل الجبال ذيك اللي وراك واكبر منها. وانا شيخ اشوفهم مثل الجبال ذيك واكبر منها. صبر. قال ابوه خليك بجنب. هم الحين ما يدرون من اللي جاوب صح من اللي ما جاوب صح. قال ما يدري اول انت تشوف الرجال ولا شيء؟ قال لي قال حتى هم يشوفونك ولا شيء. مالك شيخ روح وراك. قال مد الثاني انت تشوف الرجال ها هو ها؟ قال لي قال حتى الرجال يشوفونك ها هو ها مالك شيخ. قال مد الصغير انت تشوف الرجال مثل الجبال؟ قال لي اي والله اشوفهم مثل الجبال. مستمسون. قال ها والله انهم يشوفونك مثل الجبال واكبر منها. الشيخ قلت لك وهو اصغر اخوانه. ها؟ وشو؟ انا حبيت اقول انت عندك شاز نتعلمنا بانت؟ يا اخوي انا اقول معروف يعني الشيخ انا اقول رجل عند رجال كفو رجال اشوف رجل مثل الجبال اي المثل ذا يعني معروف الرجال ابو عيد ليش اخترت بيتك انا اعلم الربع بسالفه انت جيت احشمك مثل يقول ما عندك شيء ما عندك الا ذي السالفه طيب. ما ادري يمكن قد قلتها لا انا قد قلت للشباب ما عمري سمعتها والله بالعكس حلوه الربع ما اعرفها يمكن قلتها لك انت لا بالعكس هذه هذه انا اعلمك تفاجئ تفاجئ اعلمك المفروض تفاجئ شوف يا ابو مانع هنا بمنتصف ترى فيها كوم لو سمعت السالفه 20 مره انا اقول ايش تقول اوه لا لا انا كنت معروف ايش قصدي انا يعني بس معروف ايش هذا معروف انك ايش تري مثل ما شو تشوفهم شوفك مثل ما تشوفهم بس ايه هو دو قصدي ايه واصل انا عارف قصدي شايب عيد شوف الناس ما في فناجيل دخل بيجي بيجي لا لا خل اجز اجز اول نروح والله عينك يا ابو شايع لا شوف اللي يستنقص الرجال ما هو بزين فعلا اللي شوف الناس الرجال شافته رجال والله انت كل شيء منك زين يا ابو شايع انت اي بالاجبه معك ابو شايع تكفى شوف الغدا في والله